سافرت على كوريا والفلبين وتايلاند وماليزيا، ولكن سؤالي دائما كان يكون هل اندونيسيا ارخص منهم؟ وصلت إلى واحدة من أغلى الجزر اللي موجودة في إندونيسيا اللي هي جيلي تراوانغ. هذه الجزيرة قريبة من جزيرة لومبوك، ولكن حجمها صغير والناس مرة كثير، فهذا يخلي الخيارات محدودة، فإذا قلت الخيارات زاد السعر. فأبي أشوف 100 ريال سعودي ما يقارب 400,000 روبية، هل تكفينا في هذه الجزيرة الغالية أو ما تكفينا؟ وبنشوف إجابة السؤال هل إندونيسيا رخيصة أو لا. وطبعا أنا ساكن بهذا المكان الجميل، أحب الأماكن اللي زي كذا، شوف مليئة بالأشجار والغرف تكون زي كذا، إطلالة جميلة، سرير أبو نفرين وصورة كذا جميلة ودورة مياه كبيرة الله يكرمكم. سعر هذه الغرفة الجميلة 135,000 روبية، يعني ما يقارب 33 ريال فقط. في بالي كنت ساكن في كوتا، كوتا من أشهر المناطق اللي موجودة في بالي، ومكان الفندق اللي كنت ساكن فيه أو مكان الهوتيل اللي كنت ساكن فيه قدام كوتا بيت، قدام بحر كوتا، وكان سعر الغرفة تقريبا 28 ريال، نفس كذا غرفة خاصة مع حمام خاص، وهذه الجزيرة 33 ريال، تعتبر واحدة من أغلى الجزر اللي موجودة في إندونيسيا. وبالعادة يا صديقي دائما إنك تبدأ في كوفي تحلي أو إنك تتقهوى. فشفت واحد من اعلى التقييمات ككافي، شوف سعره ونبدا يومنا فيه ونشوف كيف. طبعا الكافي هذا يعتبر واحد من اغلى الكافيهات اللي موجود هنا، ليش؟ لان تقييمه مره عالي وموقعه قدام اشهر منطقه موجوده هنا، فسعر الكافي طلع فقط 7 ريال وسعر الحلى الجميل فقط 14 ريال، فمجموعهم 21 ريال. جرب الحلى الجميل، شوف شوف الجمال يا صديقي، شوف قبل لا يطيح، شوف الجمال يا جمالي طاح، يعني نحطها على جنب ونستمر في الاكل. شوف شوف هذا الكراميل، وقف موترنا الجميل هنا. ابغى اشوف الشاطئ الجميل هذا يا اخي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شوف الجمال مجانا يا صاحبي، تجي تتفرج على هذا الجمال وتستمتع. شوف المويه شو نطفها، الموية جدا نظيفة صراحة، شف شف ما شاء الله، حتى التفاصيل عندك تشوفها. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا خلينا نتمشى عاد الحين نكمل طريقنا يا صديقي يا حبيبي. شوف المرتاحات هذه، من اشهر الاشياء اللي موجودة في جيلي تراوانغ، انك تتمرجح وتناظر على المناظر والجمال. الله الزين ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الجزيرة هذه تبعد فقط 20 دقيقة عن جزيرة لومبوك، فتجي بالقارب تبعد فقط 20 دقيقة. يا سلام يا زين ما شاء الله، شوف شلون صفت الخيول ما شاء الله. انتظرون تكاسي واقفة على جنب، حتى حاطين لونها مثل لون التاكسي، يعني اذا كنت تبي ولا شيء، لانه ما في سيارات هنا ابدا. هذا اللي كهرب اذا كنت كبير بالعمر ولا شيء، في كهرب زي كذا شفت لون. الله شوف الريلاكس، شوف المكان الجميل، شوف اللون الاسطوري ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هوتيل طبعا، شوف تبي مسبح، واذا ما تبي مسبح تروح للبحر، البحر يسارك والمسبح يمينك والزين فوقك ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الغيم حبيبي، كيف حالك؟ How are you؟ الحمد لله. يا حليلهم، طبعا الشعب الاندونيسي يفرح جدا اذا شافوك عربي، جدا جدا، خصوصا هذه الجزيرة لأنهم متعودين على الأوروبيين، فإذا شافوك عربي ولا مسلم تتكلم عربي ولا اللغة العربية يعني جدا يستمتعون عليك ويخلون عيالهم يسلمون عليك. فصراحة شوف الزين، بالله تخيل تاخذ هذه قدامك هذا الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. حدثني عن الجمال، حدثك عن هذه الجزيرة. السلام عليكم، ما شاء الله يا اخي. بحكم معك 100 ريال وودك انك توفر قدر الاستطاعه، ولكن ودك انك تروح لافضل المطاعم اللي ممكن تتغدى او تتعشى فيها. وطبعا انا صراحه اذا كنت بختار مطعم بتغدى ولا اتعشى ما اروح اشوف التطبيقات وش اعلى تقييم وزي كذا، لا، تقييمي اللي هو الناس اللوكل اللي موجودين هنا، تسالهم وشوف وش يقول لك وش افضل مطعم، لانهم عايشين فعارفين وش المطعم اللي ممتاز انك تاكل فيه. فصراحه سالت اكثر من شخص وكل ابوهم قالوا لي على نفس المطعم اللي هو هذا المطعم الجميل. واجمل ما فيهم انهم مسلمين، فكل الاكل اللي موجود هنا حلال. فصراحه انا بطلب وجبتين ابوريك السعر كيف هو رخيص. طبعا الاكل وصل عندهم هنا، الدجاج والرز، الصوص اللي عليه تقريبا 5 انواع حاطينها مع بعض، فحاطينها على الدجاج والشيبس والخيار والطماطم. هنا تشيكن كاري اكثر من 15 صوص، والرز عاد المعروف. فخلونا ناكل ونستمتع يا اصدقائي. هذه يا اخي كانها صيغ كباب يا اخي، والله العظيم انها لذيذه.
حاطين عليها 5 أنواع صوص فصايرة جدا جميلة. شوف ترى الاندونيسيين ياكلون بيديهم، ولكن عشان هذا المكان اكثر اوروبيين فيحطون شوكات وزي كذا. وبعدها يا طول العمر تاخذ التشيكن كاري هذا جميل، تشيكن كاري مخلوط دجاج مع خيار مع بصل اخضر مخلوط ب 15 صوص. يلا اصدقائي نستمتع في الاكل الجميل وننبسط، استمتعوا معنا اصدقائي. تشيكن كاري مع رز 15 صوص، 15 صوص مختلف. شوف هذول اللي جنبي ترى جروب صينيين مره كبير، فيجون هنا بشكل كبير جدا، ولكن اكثر ناس يجون هنا اللي هم الاوروبيين، فعشان كذا تاكل وتستمتع يا صديقي. طبعا يحطوا لك 6 صياخ، كل صيخ فيه تقريبا 4 قطع دجاج ورز وشويه سلطة. اجمل شيء انهم يحطوا لك شيبس هنا، شوف نحطه بال 15 صوص هذه، والله لذيذ بالله. شوف الصيخ يا عزيزي، شوف 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 الجمال، شوف 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 الجمال يا صديقي، شوف 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 الزين، شوف الزين كيف يبرق، شوف الصوص كيف طالع. كذا عطها شوية رز، شوية كذا رز مع دجاج. الله 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 طبعا هذه جزيرة ما تعتبر يعني هاي كلاس، تحصل مطاعم فخمة وزي كذا، ولكن اغلبها مطاعم شعبية، وكل الاكل اللي يجيبونه من هنا يجيبونه من جزيرة لومبوك، الجزيرة الكبيرة، كل يوم من لومبوك الى هنا، فتبعد تقريبا ربع ساعة يعني في القارب، فكأنك رايح مشوار، فيجيبون اكلهم ويجيبون اغراضهم. وحتى اغلب الناس اللي ساكنين هنا اهلهم عايشين في جزيرة لومبوك، فيجون هنا علشان السياح مرة كثير، فيفتحون محلاتهم ويفتحون رزقهم في هذا المكان السياحي. طبعا هذه ما شفته والله على بال انها كباب، لانها طريقتها طريقة كباب، يحطون قطع دجاج ويخلطون 5 أنواع صوص مع بعضهم يحطونها على الدجاج، فيطلع لك تشيكن ساتي، هذا اسمه بالاندونيسي وبالعربي اللي هو كباب الاندونيسي. استمتع يا صديقي. اول ما تطلع تلبس جزمتك كانك داخل بيت ما داخل مطعم، ما شاء الله يعني صراحه فانتستك. شوف السيكل كيف تفتحه كذا، بس تمسك هذه علشان اذا احد اخذه ما يمشي معك، ولكن بس تحط الرقم يا طول عمر وخلاص تقريبا 3. شفت شلون فك على طول، يعلمك الرمز اول ما تاخذه وتلف على هذا عشان ما يضايقك. يا سلام يا سلام، ارفع هذه بس والامور طيبه. يا احلى كل واحد معه موتره. ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله عليك الله يحفظك. هلا بالسين ما شاء الله، السلام عليكم. يا الله برادر ما شاء الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وين بالسين؟ أراوند برادر بليز سينج فور أس لي روبت. بسم الله. كلها دلها ما تقبي مساء لو نعيش بلا سماء، انت عايشنا بحب لو تديك الارض نسكن تلقون. شف شف الدجاج، شف مرتع مرتع الدجاج ما شاء الله، كلها ديوك ولا ايش؟ شوف الزين ما شاء الله تبارك الرحمن، بسس مع دجاج مع ديوك، شوف الجمال يا صاحبي، شوف الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. مولعين نار بعد هنا بالله، وش رايك بهذا الجمال يا صديقي؟ شوف كورة في قلب الجزيرة. لا حتى اديك مبسوط، هكمل رحلتنا اوريكم غروب الشمس. يا اخي شوف البسس ايش كثرة هنا. الو كابتن، كابتن يلا كم طريق لك كابتن. بسم الله، شوف البقر كابتن، بقر شوف البقر يا صاحبي ما شاء الله. Thank you.
هنا يا سادة الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني من كليتراوانغ من هنا، وهذا الاتجاه الثاني من هنا. من هناك تروح شروق الشمس، ومن هنا غروب الشمس. شوف الجمال يا صاحبي، ما شاء الله. شوف الموية وش نظفها، شوف الموية وش نظفها، سبحان الله، زرقة مثل زرقة السماء، سبحان الله، ما شاء الله. شوف الاستكنان هنا، شوف جلسات الاستكنان اللي موجودة هنا يا ها. والله العظيم صراحة جو عليل على كيفك ها. شوف جلسة الرومانسية الحلوة هذه. لا 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 الله، شوف الخيل، بلحق على الخيل أنا. شوف الجمال يا صاحبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الزين، ما شاء الله. I can run away till we take flight. Nothing in our sight can take away what we can do tonight. صديقي بالله شوف هذا الجمال، ما شاء الله. هذا المكان، خلني ابعد على الموسيقى. هذا المكان بعد غروب الشمس، يعني تقريبا بعد ساعة واحدة يبدون يشغلون على الشاشة هذه أفلام، كل ساعتين فيلم جديد، وإنك تحضر مجانا، ما تدفع ولا ريال. وحتى لو تجيب العصير من برا أو الدرينك من برا وتجلس هنا ما تدفع أي ريال. والبوفيه إذا كنت بتدفع، بوفيه مفتوح، يعني تاخذ من الأكل اللي تبيه وتحط هنا وتتفرج على الفيلم. تبي حالات، تبي اكل، تبي اندونيسي، تبي اوروبي، تبي انواع الاكل، كل ابوه. سلط تدفع 150 الف فقط، يعني ما يقارب 30 ريال، 30 ريال او 35 ريال فقط يا صديقي، وتاكل لين ما ينتفخ بطنك. و35 ريال يا صديقي، شوف الرخص، شوف الرخص يا عزيزي، 35 ريال هذا المنظر اللي قدامك، هذا الجمال اللي قدامك. شوف البحر، والله العظيم انظف منه ما فيه، واجمل ما فيه انه تقول ممكن فيلم واحد ويخلص وامل وزي كذا، لا، كل ساعتين فيلم جديد. صراحة المكان تجلس على هدية، تجلس على هدية، بالله يا شوف الجمال، يا الله. تقول لك اشم هواء، والله هنا تشم هواء لين تشبع. شوف 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 نظافة الموية انت، بس بالله شوف نظافة الموية يا صديقي، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. امشيت في الليل، في الليل ينقلب، تصير الإضاءة مرة كويسة، الشاشة تصير مرة واضحة بالفيلم، عشان إنه الآن نور، ولكن بعد ما تغيب الشمس تصير الأمور تمام، ولكن يمثل المكان هذا، فيصير المكان جميل جدا. ولكن أحسن ما فيه إنه لو حتى لو تجيب مشروب من برا يمديك تجي وتجلس، ممكن يعني عدد ولا كذا، ولكن بوفيه مفتوح الليمتد لين ما يطلع من خشمك على قولتهم. 150 ألف يعني ما يقارب 35 ريال يا صديقي. وطبعا هذا المكان الجميل تابع لهذا الهوتيل الجميل. شوف يجيبون الاكل من هنا، من هذا الهوتيل الجميل اللي شكله تقول ما ادري وش. فبعد 120 يوم من اقامتي في اندونيسيا اشوف انها جدا رخيصه. هذه جميع الاشياء اللي شرناها اليوم، وهذا التوتال حقها، فما كملنا حتى 100 ريال سعودي. وبإذن الله الدولة الجاية بتكون اليابان، بنشوف أسعارها ونشوف جمال اليابان، وبنقعد فيها ما يقارب شهر كامل. أهم شيء أصدقائي لا تنسون اللايك والاشتراك، وانشروا المقطع في كل مكان، ودائما كونوا سعداء. في أمان الله.